مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة ثانية من برنامج هل تجرأ على قناة كارتاج بلوس من استوديوهات كاكتوس برود مباشرة. إذن شكرا أولا على تفاعلكم الكبير برشا مع الحلقة الأولى من هذا البرنامج في الموسم الأول، برنامج هل تجرأ، وكانت حلقة مثيرة جدا، ظلت على كل لسان طيلة الأسبوع في كل وسائل الإعلام مع الفنان الكبير سمير العقربي. وأيضا في هذه الحلقة ضيفنا أيضا هو شخصية مثيرة للجدل والنقاش، شخصية سياسية واجتماعية دائما تصريحاتها تثير النقاش وتثير الضجة في مختلف وسائل الإعلام، ومؤخرا أيضا كان على كل لسان في الأحداث في تونس. ضيفنا هو الأستاذ فتحي العيوني. أهلا وسهلا، مرحبا بك، بارك الله فيك. أنت شكرا. أهلا وسهلا سي فتحي العيوني، مرحبا بك وبيك يا عيسى في برنامج هل تجرأ في حلقته الثانية. سعداء باستضافتك، بارك الله فيك. شكرا. طبعا ما نعرفش شفت الحلقة الأولى وإلا لا، ولكن ما فيه باس نذكره بطبيعة هذا البرنامج والكونسيبت نتاع البرنامج. يتكون من مجموعة من الأركان، البرنامج اسمه هل تجرؤ، وهو وفي للعنوان نتاعو، جلوسك على هذا الكرسي في مواجهتي يعني أنك تجرؤ على الإجابة على الأسئلة نتاع البرنامج، وهي أسئلة كثيرة في مختلف المجالات، سياسية، إنسانية، شخصية، اجتماعية، في مختلف المجالات، إلى درجة أنه المشاهد يخرج بانطباع عام على الضيف نتاعنا بعد نهاية الحلقة. فتحي العيوني تجرؤ، نجرؤ بحول الله. اليوم فتحي العيوني تجرؤ على الإجابة على كل الأسئلة. قبل ما ننطلقوا في أركان البرنامج، لأنه مجموعة من الأركان اللي تهزك من مناخ إلى مناخ، فتحي العيوني الانتباع اللي معروف عليه أو اللي يحب يتعرف به هو أنه أقوى رئيس بلدية في تونس، رئيس بلدية تحدى الدولة، تحدى رئيس الدولة، تحدى الحكومة. هل أنت فعلا فتحي العيوني تحب تعطي انطباع للناس وللتوانسة أنك رئيس أو أقوى رئيس بلدي؟ يعني هذا تصرفاتك، تصريحاتك، قراراتك، الضجة التي حولك، السخب اللي تثيره، تدل على أنك تحب توصل رسالة لأنت أقوى رئيس بلدي، أقوى من الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ساعة شكرا على الدعوة. مرحبا. ماهوش أنا اللي صنفت نفسي في هالمرتبة هذه اللي تقدمتها، المنظمات تقريبا اللي تتابع في المسار هذا بتاع السلطة المحلية هي اللي صنفت. صنفتك أقوى رئيس بلدية في مش تونس. أقوى بالمعنى بتاع كلمة أقوى، صنفت بلدية الكرم على أساس أنها تحتل الريادة على مستوى الحوكمة، على مستوى الإدارة، على مستوى التسيير، على مستوى كذا الأخير. هذا الجانب الأول. ساعة نحكي على شخصك. شخصي أنا بالعكس، أنا ربما هو ذاك اللي خلى ربما البعض يعتقد وتقولش عليها هي معناها صدام مع الدولة أو مع السلطة، وقت اللي هو مش صدام بالمرة، هو تطبيق حرفي فعلي بالضبط للمجلة ولروح انت استغليتها، روح المنظومة الجديدة اللي هي بتاع السلطة اللامركزية. استغليت نصوص المجلة، مجلة الجماعات المحلية، لتكون رئيس بلدية فوق الدولة، فوق الحكومة، فوق رئيس الدولة. يعني شكون عارفك فتحي العيوني؟ شكون عارفك إداريا؟ شكون عارفك؟ لا شوف، ما فماش شكون عارفك. سؤالي واضح للمواطن البسيط اللي يتفرج فينا. أنت رئيس بلدية الكرم في منطقة سيادية في تونس، ماكش رئيس بلدية عادي. منطقة الكرم قريبة من قصر قرطاج، من منطقة قرطاج اللي هي منطقة سيادية، دونك تعتبر منطقة سيادية، دونك ماكش رئيس بلدية عادي. كرئيس بلدية ما عندكش عرف في الدولة. لا، هو سواء أنا كرئيس بلدية أو رؤساء البلديات الكل عرفنا هو القضاء، مش رئيس الدولة. معناش عارف آخر غير القضاء. مش القضاء، مش بالضبط عارفكم. لا، بإدارية عارف التوانسة الكل وعارف المؤسسات الكل. لا، هو القضاء. كلمة عارف ما تنطبقش على القضاء. القضاء هو الفيصل، هو لا لا هو الحكم، هو بالضبط ونحتكمه له، وهو اللي وهو الوحيد اللي قادر باش إنه إداريا. لا لا، سؤالي واضح. لا وعلاش إداريا شكون عارفك؟
فماش عارف، ما فماش عارف، ما عندكش عارف انت في تونس. مش انا ماي. السلطه اللامركزيه يعني. البلديه ما عندهاش سلطه اشراف، بمعنى انك انت ما تطبقش اوامر رئيس الجمهوريه. لا لا لا. المبدا وما تطبقش اوامر انا ما نطبقش لا ما تشغلش في انا. المجله توتي رئيس البلديه المؤسسه هذه اليوم اصبحت بموجب الباب السابع من الدستور سلطه، اسمها سلطه ولات سلطه لامركزيه. والسلطه المركزيه هذه تتميز بحاجتي الأولانية أن الاستقلالية، عندها استقلالية مالية سي قانونية إدارية، والثانية عندها التدبير الحر يا سي فتح. وبالتالي الشيء الوحيد اللي يراقبها هو القضاء فقط. الاستقلالية متفاهمين فيها، أنت قريب تعلن الاستقلال مش الاستقلالية، فما خيط رفيع بين الاستقلال والاستقلالية. أنت قريب تعلن إمارة الكرم دولة مستقلة عن الدولة التونسية، لا تعترف برئيس دولة، لا حكومة، لا وزير، ولا 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 والي، كلهم ما 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 معناها بالعربية تحب الدارجة بكلامنا التونسي بعثهم. لا معنا لا 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 الكلمة لا لا الكلمة هذا هو اللي لا لا الكلمة هذا هو اللي توحي به تصرفاتك. ماذا بنسحبوها خير خاطر ما هيش تصرفاتك. لا لا بالعكس، احنا بالعكس انا رجل قانون بالاساس، ما تنساش هذايا رجل قانون، يعني بالتالي انا من سنة عارف القانون جيدا ونطبق القانون، وانا ولد منظومة تحترم القانون، وبالتالي مانيش جاي من 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 فضاء اخر متمرد على القانون. انا ولد القانون ونعرف القانون وما يلزمني وما يحكم فيه الا القانون. موافق. وبالتالي انا نطبق في القانون. اللي عملناه احنا هو كل ما تنص عليه المجله، والدليل على هذا، الدليل على هذا انه حتى قرار لصدرناه وكان القضاء كسر ولا قال القضاء هذا غلط ولا كذا الاخير، ما عملنا حتى حاجه مخالفه للقانون، بل بالعكس المنظومه اللي عملت اللي ما عمله حتى رئيس بلديه انتوكا. تو نجيوها بالتفصيل، تو نجيوها. مش ما عمله حتى رئيس بلديه، حتى رئيس بلديه، حتى رئيس بلديه ما اعلن ما اللي اعلنته انت. وتو نجيوها بالتفصيل، احنا في مجرد مقدمه للحلقه هي. ولكن فتح العيوني، اذا صح القول انك تعتبر روحك او يعتبروك او تحب توحي للناس انك اقوى رئيس بلديه في تونس، هذا قبل كان قبل 25 جويلية تقريبا، نفس رئيس البلدية هذا بعد 25 جويلية ما عودناش سمعنا صوته، ما عودناش شفناه، تخبى، اختفى، ما ظهرش، ما عطاش موقف، ما سمعناش صوته، ما فماش، وكأنه كان إشاعة، وكأنه ما كانش رئيس البلدية القوي اللي يرعد ويزبد وتصريحاته مثيرة للجدل ويتحدى وكذا، خنست، اختفيت. والله السؤال غريب، وهذا أول ظهور معناتها موقف غريب. ما استغربته لأنه إيش معنى اختفيت؟ اختفيت معناها كنت تعطي مواقف، لا لا كنت تظهر في الإعلام. اختفيت أي؟ اختفيت هاوش معنى اختفيت أي؟ اختفيت معناها أنت معناها تخلفت عن أداء الدور متاعك كرئيس بلدي. نحكي إعلاميا، أنا كرئيس بلدي إعلاميا اجتماعيا. لا 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 اجتماعيا موجود على صفحات نتاعي، موجود دائما وابدا، نشاطي لا ينقطع بل بالعكس اكثر من قبل. كل كنت تعطي في مواقف ولا لا المواقف تخرج تتكلم ولا لا؟ مش انا نخرج نتكلم، لا ابدا، عمر ما صار هذا، عمري ما طرقت باب نتاع مؤسسه قلت نحب نتكلم. اي انت يعيط لي حد باش نتكلم؟ لا انت كنت رافض باش تلبي حتى دعوه اعلاميه، وانا ما اقنعتكش بسهوله انك اني نستضيفك. يعني كنت تفضل انك تختفي وتجبد روحك شويه لا وتتفرج من بعيد. تختفي اسحبها، انا ما لا اختفي، لاني اللي يختفي نحكي اعلاميا. لا 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 ما يختفي كان الانسان اللي يعرف روحه عامل عمله ويحب يحبش يطرى. انا الحمد لله رب العالمين، معناها البلديه اللي تكاد تقريب من الاولانيين، تعرف انت سته اربعه زوز قضاة من المحكمة محاسبات وأربعة من مراقبي الحسابات من رئاسة الحكومة عملوا تدقيق على البلدية وخرجنا من أحسن البلديات، صفر مخالفات، وبالتالي ما ثماش علاش باش نختفي. إذا كلمة تختفي ما تجيش. لا 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 بالنسبة لي ما ثماش علاش نختفي، بالنسبة لي بالعكس اختفيت إعلاميا. بالعكس اختفيت إعلاميا وكنت ترفض في الدعوات الإعلامية أبدا صفتها. أنا ظهوري اللي تسمع هذا أول ظهور بعد 25 جويلية ولا لا؟ لا ظهوري أنا هو ظهور
تتمتع أفعال وأعمال على الميدان هذا أول ظهور ولا أقوال. هذا أول ظهور ولا بعد 25 جويلية لا عندي بعد وين فما وين فما حالة لا وين أول فما حالة تستدعي إعلامي لا بعد 25 جويلية وين فما حالة تستدعي أنه واحد باش يظهر باش يجاوب خاطر وقت بعض الإشاعات تخرج حول البلدية إلا وكان لازم باش إنسان يرد عليها وما يخليهاش تستفحل هذا موجود أما على بالنسبة للوضع العام السياسي خذيت مسافة من الأحداث السياسية ومن اللي صار نهار 25 جويلية ما عطيتش موقف ما سمعناش موقف ما يعنينيش طبعا ما يعنيش انا بالنسبه للبلدية مسيس انا موقعي شوف انا مانيش رئيس حزب وانا مانيش في المعارضه وانا مانيش انا اليوم جزء من الدوله ماكش تكنوقراط انا جزء من الدوله انا اليوم عندي مؤسسه نشرف عليها المؤسسه قاعده تخدم ما ثماش علاش انا باش نحشر نفسي في حاجات ما تعنيش المؤسسه كيفاش ما يعنيكش نهار 25 جويليه يعني كل تونسي لا انا ما قلتش كل تونسي عنده قلت ما يعنينيش لا بالنسبه لي انا 25 زلزال نهار 25 جويليه ولا بالنسبه للزلزال على المستوى السياسي في مستوى مؤسسات معينه يمس كل مواطن في مستوى مؤسسات معينه لا تحب اخزر تحب في انا بالنسبه لي انا نهار عادي بالنسبه لي انا كيما 25 كيما 26 كيما 27 كيما 24 كيما 24 اشتغل ونفس بنفس النسق وبنفس الحماس وبنفس النشاط ومشاريعي ما انقطعتش والعمل نتاعي ما انقطعش نحسك خايف لا تعطي موقف نحسك وكأنك ضعفت على المواقف نحسك وكأنه ثم حصانة سياسية قبل 25 جويلية كنت تتمتع بها نظرا ل معناتها انتمائك الايديولوجي ترفعت عليك او ضعفت ودارت الايام ربما عليك لا الحصانة السياسية استمدها من مصداقيتي من نزاهتي من العمل نتاعي من قربك من حركة النهضة لا من قربك من حركة النهضة أبداً أنت من المقربين جدا من حركة النهضة لا أنا ترشحت أنت إسلامي إيديولوجيا أنت إسلامي ولا جاوبني نقسمهم لا تعطي ثلاثة أسئلة وتقولي جاوبني ما هو شوية خلينا نمشي تفضل أنا أولا الساعة وكان عندك أنت هنية في الحوار فحستك أنت قلت وأني أنا بالنسبة لنا علاقتي بحركة النهضة محدودة في إطار المشاركة في الانتخابات البلدية كرئيس قائمة لا أكثر وبالتالي لا انتمي باش تتنصل اليوم من حركة النهضة باش تتبرأ من حركة النهضة لا شوف نتبرأ وقت اللي نكون انا منتسب لكن انا مانيش مش منتسب حتى باش نتبرأ تنقصك بطاقة واضح ولا طيب بعد نجي لا موضوع ثاني عندي سؤال مهم بعد على هذا خليني نسألك سؤال انت ايديولوجيا اسلامي ولا لا اسلامي حركة النهضة حركة اسلامية شوف ولا حركة اسلامية كنت مستشار حمادي جبالي ولا كنت مستشار حمادي جبالي هذا كل ما يعنيش لي انت ماكش مقر كنت رئيس قائمه القائمه في الانتخابات البلديه تبع حركه النهضه ولا صحيح هذا كل ما يعنيش انك انت نهضاوي لا لانه النهضه لا لانه النهضه وقتها اش خذت قرار قالت ندخل الانتخابات البلديه هذه تبرأ منها وكانها جريمه النهضه لا 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 مش جريمه ابدا ما زلت معتز ومتشرف اني دفعت عليها وانتسبت لها وترأست قائمتها ما نقولش كلمة ذاية مستحيل وهذا كله ماكش نهضاوي لا نهضاوي شوف نهضاوي راهو أخزر هو انتماء قبل أن يكون حد شيء آخر انتماء هو وانخراط حزبي هو انتماء أنا لست إيديولوجي لا 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 هو انتماء إيديولوجي هو أنك تدافع عليها تي المعطيات اللي عطيتهم لك الدول بشوي عطي سميع لا مازلنا باش نرجع لا خلينا نفسرك في ركن هالتجربة شوف خلينا نبداو واضحين من الأول الساعة شوف باش نبداو نفهم كلمة خايف هذه تسحب لاني من خاف تعرف قديش عاودت لك كلمة تسحب من مرة لا ما فما كلمات عاودت أربع مرات فما بلايص فما كلمات تجي مش في غير محلها سؤال مش وصف هو سؤال لا 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 قلت لك خايف ولا لا 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 كلمات فما كلمات هو سؤال تجي في غير موضعها لا هو كده سؤال كده خارج على السياق نبعدوها باش اثنين تبقى سلسة بيناتنا مديش حاجة قدام بعتلنا اثنين بإذن الله سلسة اثنين أما تقول لي أدي خايف أنا ما خاف إلا من المولى عز وجل وبالتالي نعتبر نفسي وأني أنا وضعيتي القانونية على مستوى إدارتي للمؤسسة دي متاعي ما تخليني لا خايف ولا عندي حاجة تخليني نحاشم به نحس في روحي اليوم واثق من نفسي راضي على نفسي وراضي على العمل متاعي قلت لي سؤال بركة قلت لي علاش 25 و26 ومع شو كده 24 قلت لك بالنسبة لي أنا ما يعني ليش الأمر هذايا وما ثماش وما تحبش تعطي فيه موقف وما نحب أصلا لأنه هذايا موضوع ما تحبش تعلق عليه ما يهمنيش أنا بالنسبة لي مش ما تحبش نعلق عليه لأنه بالنسبة لي علقت عليه الناس كل
والناس كل خاضت فيه، وبالتالي انا ما عندي منظيف. واضح به، ما نتعسفش عليك، واضح لي انت ما تحبش تعطي موقف لاسباب يمكن ينجموا يفهموها الناس، ينجموا سامحني في الكلمه انت قلت اسحبها، ينجموا يفهموها الناس على انها خوف يا سي فتحي، ينجموا الناس اللي يتفرجوا فينا اليوم يقول لك فتحي العيوني خايف، ما يحبش يعطي موقف من 25 جويل، ما يحبش صراحه تاني يقول انا ضد او انا معاه او انا نعتبره كذا او نعتبره كذا. تحب انت كان سالتني قلت لي شو موقفك من 25 جويل، انا تو نجاوبك عليه في اطار اخر، ها نجاوبك عليه. انا بالنسبه لي انا اعتبر، لكن اذا هذا موقف سياسي انا اعتبر شو معناه 25 جويل. 25 جويل هي لحظه كان يلزم باش تصير. باه ممتاز، واضح ولا كان لازم باش تصير، وهنا يلزم باش تصير لانه صاير، وانه فما تسيب على مستوى عمل المؤسسات نتاع الدولة. هذا ما يشك فيه حتى واحد وما يختلف فيه حتى واحد. و 25 جويلية يفترض أن يكون محطة تصحيحية. يفترض باش يكون محطة تصحيحية. تصحيح مسار. ولكن الشكل اللي اعتمد في 25 جويلية أعتقد أنه موش هذاك الشكل السليم. واضح. الفكرة باهية. ولكن الشكل اللي قيصار استعماله ماهوش صحيح، كي مجرد حدوثه بما انه اللي كان لازم يصير مجرد حدوثه نهار 25 جويلية فرحك كي تفرجت في خطاب الرئيس قيس سعيد. نتصورك مادامك تنتظر فيها اللحظه هذيك وتعتبرها ضروريه في المرحله هذه فرحت من الاول وتفائلت. شو 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 نقول لك تفائلت ايه؟ باهي واضح. اما فرحت موضوع ثاني. تفائلت يعني انا ما خاطر ماهوش مش بتاع عواطف الحكايه، هي تفقلت. حاجه تفرح وحاجه تحزن. تفائلت انا بالنسبه لي خلينا نسالك سؤال. تفائلت بمعنى انه كان يفترض انه تكون فما خطوات على الارض حقيقه باش تكون متواصل تحقق. لا 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 انا قلت لك الشكل غلط. واضح الشكل غلط. انا قلت لك من الاول الشكل غلط. انا اجيك مثال، مؤسسه مجلس النواب مثلا كان العملية بسيطة جدا. بربي ما تسبقش تو نجي. أنا باش نسلك آخر سؤال في البداية ذي في المقدمة نتاع الحوار. هل بصراحة هل تأثرت وربما بكيت، نعرفش عليك كيفاش تأثرت، بسبب سقوط الشيخ راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان ومن موقعه السياسي وحالة الضعف اللي بدأ عليها في الوقت هذاك؟ تأثرت، بكيت، حسيت، تعاطفت معاه، عطفت عليه، سخفك، ما نعرفش شنو شعورك، حاجة من هذوما. لا 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 تأثرت ولا بكيت ولا من هذا القبيل، لأنه هذه مناصب وخطط سياسية ماهيش علاقات إنسانية باش إنسان يتفاعل معها بالمشاعر متاعه يبكي ويتأثر. هي خطط سياسية. سمح هي خطط سياسية. أنت موافق على المسار متاعها ولا مش المسار متاعها؟ ماهوش سقوط من خطة. لا أنا بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا الخاص سقوط معنوي. أنا كنت منذ اليوم الأول قلت، وهذا رأيي الخاص، وقلت أنه دخول الشيخ راشد الغنوشي على رأس مجلس النواب كان خطأ. هو غلط. خطأ، أنا بالنسبة نعتبره خطأ. ما حقوش ترأس مجلس النواب. واضح. اثنين، به مشى وترأس، جات طلب سحب ثقة. كنت أعتقد وأنتظر أنه بمجرد أنه منع من سحب الثقة يستقل. بعد شهر اثنين ثلاثة يقدم استقالته، ما قدمش استقالته. ثلاثة، أنه استمر الأمر إلى أن وقع ما وقع، هذا اعتبر تداعيات الموقف، سلامه الموقف نتاعي انا، لانه كنت معتقد ومنتظر انه باش نوصل لك النتيجه هذيك، لانه ما ثماش جديه في مراجعه المواقف. لو كان فما جديه في مراجعه المواقف رانا استخلصنا العبر من البدايه، ما نخلوش حتى يصفح الامر بالطريقه هذيك، رانا فما برشا حاجات ما تصيرش. دونك معناتها حملت المسؤوليه راشد الغنوشي انت لهنا وتعتبره طيح قدره كان برئاسه مجلس النواب. يعيشك سي سمير، ما نحبش العبارات اللي الشيخ راشد الغنوشي عنده منزله معينه، عنده مقام معين، ما نحبش نمسوه. انا ما نحبش نعبر عليه. انا نسال كيما نحب. اي انت اسال، انا ما نحبش، ما نحبش نمسوه ولا نحبش التوصيف، لانه القدر ما عندوش دخل الحكايه. قدره عالي، الراجل انسان مفكر، انسان مجدد، فما شكون قال انسان عالم، انسان كذا. لكن اعتقد وانه عالم
عالم طبعًا الأستاذ رشد طبعًا طبعًا مجدد اللي ما قراش كتب اللي ما قراش الكتب والدراسات عملها الشيخ رشد الغنوشي والدور متاعه معناها الرئيسي في تجديد الفكر الإسلامي وتجديد الطرح الإسلامي ما عندوش حتى فكرة ما عندوش نحكي وإحنا على أما خياراته السياسية ومواقفه السياسية وسلوكه السياسي هذوما حاجات اللي هي اليوم احنا اللي راو فيها خاطر احنا الكتب ما نقراوهاش للأسف الشديد احنا راو كان في السلوك السياسي نتاعه كل يوم قال هذاك هو احنا نقيسوا بالشيء هذاك الفعل نتاعه انا قلت موقفي واضح وانه المسار السياسي اللي مشى فيه الشيخ رشد الغنوشي فيه عديد من الاخطاء واضح به نمر للركن الاول في هذا البرنامج وهذا الحوار كلام الناس مع فتحي العيوني. سي فتحي العيوني خلينا نمشيو لشخصك أي. انت كفتحي العيوني الشخص الانسان أي. اللي نعرفه عليك انه فتحي العيوني عندك فوبيا من الكلاب صحيح تخاف من الكلاب اي نخاف من الكلاب بيشبه تخاف من حتى من منظر الكلب تشوف كلب تخاف اي نخاف من الكلاب صحيح لا مش للدرجه هذه لا مش للدرجه هذه لا مش للدرجه هي هي عندها قصه وانا صغير كما عندي صديق حميم وهو الشيخ عبد العزيز بالشيخ هذا عمره 21 سنه مشى حارب في لبنان وترشقت عليه قنبله وضربته في عينيه الى الان ضرير مسكين هو تو امام جامع الناسين في المرسى ورجل فاضل ويستحق لفته وهو كان تجيبه بحذاك خطر شاعر وفنان وحاجه خارق العاده وهو مبدع من مبدعين تونس ماذا بينا نسمعوا هذايا انا وياه نحوسوا وقت احنا صغار عمرنا يمكن 6 سنين 7 سنين وفاهم عندها سياره فيها كلب كبير شالوكي ما عندي طول المشي ما ننساهش هو تلفت قرب للكلب هكا بوجهه والكلب جبد له شفته قدامك قدامي المشهد هذاك قعد ربما مأثر عليا الى الان ولا عندي هكا نوعا ما نستحضر ديما الصوره هذيك ونخاف من الكلاب معناها اللي يحب يفجع فتحي العيوني او يقلقه يجيب له كلب فمعناتها يستغل الفوبيا هذه ولد سيدي بوسعيد تسكن في سيدي بوسعيد الحي البرجوازي لكنك رئيس بلديه الكرم باحيائها الشعبيه اللي ما تعيشش فيها بلديه الكرم ولكنك رئيس بلديتها لا 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 نسكن في الكرم تو وليت تسكن في الكرم انت ولد سيدي بوسعيد صحيح ولد سيدي بوسعيد هكا ولا ودارك مازالت في سيدي بوسعيد دار الولد دار الولد الله يرحمه الله يرحمه وانت من وقتاش تسكن في الكرم ملي وليت رئيس بلديه لا 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 عندي اكثر من 30 سنه عندك برشا ولكن كل سيدي بوسعيد ولد سيدي بوسعيد واضح من المفارقات انه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه كان صديقك المقرب قبل ان يصبح رئيس دوله وحضر في حفل زواج بنتك صحيح وعندها حتى تصويره معاه ثم بعد ذلك وليت قطيعة تامة تقريبا عدائية علاقة عدائية علاش كنت أصدقاء هكا ولا البحث الاستقصائي هذا متاعك منين جبتهم كنت أصدقاء صحيح ولا والله أصدقاء يحضر في عرس بنتك وكذا وتحضروا في المناسبات أصدقاء ولا زلنا أصدقاء ما تبدل حتى شيء ولا زلت أصدقاء ولا زلنا أصدقاء ما تبدل حتى شيء بقى هو في موقع الموقع متاعه والمسؤولية متاعه لغة جديدة بعد 25 جويلي واضح ولا زلت لا أصدقاء. بالعكس من قبل 25 جويلي قلت نفس الكلام هذا بالذات وقلت وقتها صارتك الإشكال تعرفه صداقة من طرف جيت أنا صداقة من طرف واحد قلت وكونه راه هو صديق وكل ما في الأمر هو في دار حوار قانوني لأكثر ولا صداقة من طرف واحد لا من طرفين وما ماهوش ما لا طرفين يعتبرك غير موجود ماهوش معترف بيك حتى حاولت تتصل بيه كلمته في القصر كلمت حاولت تتصل بيه حاولت تحكي معاه تكلمه لا 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 ما صارش يتواصل معاه لا ما صارش مؤكد لا ما صار مره وحيده قبل وقت بمناسبه وقت اللي احنا جينا وبنينا اكبر معلم خاص بالحقوق الفلسطينيه في الكرم اللي اكبر معلم في العالم وحبيت نستدعاه باش يكون هو حاضر وربما عنده التزامات من عنده واضح وليت لطيف الكلام على الرئيس قيس سعيد وليت معناتها برشا ود برشا محبه صداقه هل هي تاثيرات 25 جويلية هل هي تاثيرات 25 جويلية انا نقول لك حاجه انا لكن باش نقول موقفي من حد ما نحشمش به وحتى موقفي نحو السيد الرئيس او غيره كي نقولوا بناء على بعض المعطيات واضح اما على المستوى الشخصي ما عندوش علاقه بالموضوع
على المستوى الشخصي ثم احترام كبير للرئيس. المستوى السعيد الشخصي لا يفسد للودي قضية. واضح. هذا المستوى الشخصي حاجة أخرى. بركاتك. احنا تو اليوم كن نتعاملوا في النشاط بتاعنا السياسي اليومي مش نخطئ ونصيب. ثم مواقف ما تعجبنيش. أنا نجي ننتقدك الموقف هذاك. واضح. ننتقد. أنا ماذا بي يصير موقف هذا من حقي. واضح. ككل مواطن وكل إنسان متابع للشأن العام. وأنت اليوم اللي صدر نفسه للشأن العام. ما تولوش. لا اللي صدر نفسه للشأن العام في منصب معين. واضح. يصبح يزمو يقبل به كل النقد. فتحي لعيوني تقرأ ساعات ما تكتبه عنك الدكتورة ألفة يوسف في الفيسبوك؟ والله ما نقراش الفيسبوك برشا، ولكن يوصلك ساعات، يوصلني بعض ما تقوله. شنو رايك في موقفها؟ موقفها منك؟ شوف هي ألفة يوسف معناها اش باش نقول لك انا بالنسبه لي انا من 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 ما نعدلش عليها. تعدلش عليها؟ ما نعدلش عليها. هي اش معناها تعدلش عليها؟ كلمه ما تعدلش عليها لا ما نعدلش عليها مؤذيه، لانه مفكرة. لا مش من باب كبيرة. لا لا مش من باب لا 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 مش لا 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 مش في المستوى هذا. وتنور النخبة التونسية. لا ما وصلناش للمستوى هذا نتاع عنها. احنا للاسف الشديد اليوم برشا ناس مفخنين في صورتهم، رديناهم عظماء وادباء ومفكرين على كل تحضر برشا تقدير واحترام. لا 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 هذه معناها اولا افكارها متطرفة، مواقفها شاذة. قريت الكتب نتاعها؟ عندي فكرة كبيرة برشا على مواقفها. لا شفت واثنين ثم عندها كانت علاقات مشبوهه حتى بالعائله. لازم نقراو الكتب. قريت كتب راجل غنوش؟ قريتش كتب ألفة يوسف باش تحكم عليها وتقول كانت عندها علاقات مشبوهه وتقيم ثقافتها؟ شو علاقات مشبوهه بالعائله الطاغيه بن علي قبل؟ شنو الدليل نتاعك؟ لا ما كانت تحضر في القصر وتحضر لهم وتعمل لهم. شو قال لك؟ شو هذه معطيات تاريخيه موجوده؟ شو حلوش؟ وثم كانت عندها برنامج في قناه اسمها قناة 21 قبل توليس مقالة الثانية، وكانت موقفها مو على أساس كنت تسجل أنت وقتها؟ ما كنت تنشط وعادي؟ لا 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 كنت ونرمال. نسمع فيها شو تقول وشو موقفها متاحة وموقفها. لا هي شو بقطع نظر لنا شوش. أنا احنا ما قلناش حرة ومش حرة. أنت سألتني قلت لي اشتقر قلت لك أنا ما نعدلش عليها. سيدري سابل ما نعدلش عليها. اش معناها؟ معناها ماهيش من الشخصيات ماهيش مقياس عندك انت، ماهيش مقياس التي يعتد بها ويرد عليها. هذا رايك الشخصي. هذا رايك انت. اما انت ما قريت لها الكتب نتاعها؟ ماكش حافظ حتى كتاب؟ ما تعرفش حتى الكتب نتاعها؟ تعرف كتب راجل غنوشي قريتهم؟ قلت لنا لا لازم تقراه باش تعرفوا شخصيته. اما ألفة يوسف لا باه مش مشكل. اردوغان اللي نعتقد انك معجب به او متاثر به او تحبه او يعني هكا ولا اردوغان تعتبره شخصيه كبيره، شخصيه عظيمه، شخصيه عظيمه متاثر به. فوالا اردوغان بدا رئيس بلديه في اسطنبول ثم تدرج في طموحاته. اليوم هو رئيس تركيا منذ سنوات طويله. نعم. مره من رئيس حكومه الى رئيس جمهوريه الى رئيس جمهوريه من جديد. تحلم بنفس المسيره نتاع اردوغان؟ وانا نعرف اللي انت معناها معجب منبهر به بشخصيته ومسيرته. شوف كلها بصراحه اردوغان هو مثال يحتذى في العالم. مش في تونس بركه ولا ايه؟ احكي لي على روحك. ما في العالم ما عنده ناس ما يعتبروش لا مثل ولا مثال ولا ناس اللي هم عندهم العمل الايديولوجي والحقد الايديولوجي هم اللي ما يحبوش يراو. كل واحد ما يشوفش اردوغان شخص عظيم هو عنده ايماء ايديولوجي. كان اردوغان مش الشخص حاجتي بيه انا، مش الناس باردوغان. انا اردوغان يمثل طفرة. فما شكون يعتبره ديكتاتور ومستبد؟ طفرة في الحياة السياسية وفي الحضارة التركية وفي المسيرة التركية وفي النهضة التركية. تركيا الناس الكل تشهد بأنها انتقلت في عهد أردوغان من مستوى معين إلى مستوى آخر. اليوم أصبحت تضاهي الدول المتقدمة الأولى في العالم. أردوغان مرة من رئاسة بلدية إسطنبول إلى رئاسة الدولة التركية. هل يطمح فتحي لعيوني أن يمر من رئاسة بلدية الكرم إلى رئاسة الجمهورية الدولة التونسية؟ شوف عندك طموح هذا أكيد. شوف يقول لك حاجة. شوف الطموح مش قضية الطموح. احنا المشكلة نتاعنا شنو هي في تونس؟ مشكلتنا في تونس اليوم السياسيين نتاعنا اللي تقدموا. جاوبني يا خلينا نكمل خلينا نجاوبك انا. خاطر الوقت يجري. لا لا مهم بالنسبة لنا مش سؤال بسيط على التولي. انت تفضل. فهمتني؟ انت اليوم المسؤولين نتاعنا الكل في مختلف المجالات الكلهم يتقدمون إلى هذه المناصب باش كل واحد يجيب لك سي في
سي في نتاع شنو هاو قداش من شهاده قداش خبره قداش وين خدم وين عمل ولا واحد جاب لك تجربه نجاح. انت اخترت طريق التجربه. انا نحب نهار اللي نحقق تجربه نجاح وقت نحكي معك في الطموح. اما هذا ماهوش معنى وارد جدا اليوم انك نهار نعتبر انه ربما مشكل اردوغان بركة كان في أي. البلديه نعرف نعم. عدد زعمات شيراك وغيره بل ان البلديه اعتبرها اليوم هي المدرسه الاولى اللي يزم يمر بها السياسيين الكل والسياسي اللي ميمرش يعني بالبلدية يعني لن يقدر ولن يتمكن على رئاسة الدولة من أو إدارة الدولة من إدارة الدولة مستحيل. دونك فتح العيوني قاعد يعمل ستاج في بلدية الكرم أو مرحلة عبور نحو طموحات أكبر نجم تكون رئاسة الجمهورية. الطموح ذي هذا قلت قلته راك قبل الطموح ذي قلت عادي وشرعي. شوف الطموح هذي راهو حاجة بالعكس ما قلتش حاجة خالية. لا اللي عنده الطموح يعني علاش شيحت لي ريقي باش تقول لي ديريكت راك أنت ربما نهار من نهارات علاش لا شوف نقول لك كون رئيس جمهورية. لا الطموح والقضية مش قضية بتولي رئيس جمهورية ولا طموح شخصي انك تولي رئيس جمهورية. لا قدر الله المشكلة على خاطر لا فما بدش لا 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 المشكلة انك انت اليوم شوف يلزمك تحقق تجربة نجاح في البلاد. انت اليوم وقت نجي سمحني خلينا نتكلم سعر سمير لا ما سمعتهاش سمير. انا اليوم وقت نشوف الكرم وانت قلتها ومش انا قلتها المنظمات قالتها قالت وانا بليت الكرم اليوم تحت المرتبة الاولى على مستوى جمهورية التونسية على مستوى الانجازات تلقى انت بليت الكرم اللي اليوم قلبت بنسبة 180 درجة 50 كيلومتر طرقات بنية تحتية معاودة معناها النهضة الحضارية كبيرة مداخل مدن طائرة بليت الكرم اليوم مثال يحتذى وفي في في ظرف وجيز اليوم أصبحت تجربة نجم تجاوبني على سؤالي كون حقيقة تحترم جاوبني على سؤالي. نعم ربما نهار من نهارات نشوفك مترشح إلى رئاسة الجمهورية بعد مراكمة التجربة وبعد انك معناها هكا ولا وكل ولا نقول لك انا لكل حادث حادث ما نفيتش فوالا شهريتك 4 ملايين بروت بيان سور كرئيس بلديه سياره فاخره بنزين طبعا وواجهها بالطبيعه على خاطر كرئيس بلديه ولكنك سكرت بيروك كمحام ما عادش تنشط كمحام صحيح هكا ولا لكن مش 4 ملايين 4 ملايين بروت انا لا تاخذ مليون 700 في ديك علاش لانه كل اقتصاصات كل ديزامبو قروض لا ديزامبو هم الدولة تتقصهم اللي تجيك في ديك انت كرئيس بلدية تجيك مليون 700 شهريتك بروت قداش مليون اللي تجيك في ديك تقبض انت في ديك مليون 700 شهريتك بروت قداش 3 ملايين واش ولا قداش حكايه تقاعد واحد اي فما 3 ملايين واش وين تقاعد واش انا عندي في المحاماه عندي تقاعد عندي كل شيء انا شنو هذه كلها شنو علاش اقتطاعات باطله الغايه منها انه باش نفشلوا المهمه تاع رئيس البلديه شهريتك بروت هي قريب 4 ملايين يا ودي شوار 4 ملايين نتاعك يا راجل انا نش نقبض في يدي شنو تقول لي 4 ملايين فيك تقبض امورك نقبض شو شهريتك بروت حلو وجهي انا فكرت كلمه بروت ولا شهريه 1700 ما تحاولش تغلط الناس هي بروت 4 ملايين يا ودي صلي على النبي ما تحاولش انت تغلط الناس تقول تقضي 4 ملايين بروت لا انا نقبض في مليون 700 شو 4 ملايين شو الكلام هذا تقول لي انت تحس فيا انت يا خويا مليون و700 وبروت تقريبا 4 ملايين لا ماهيش بروت يا ودي صلي على النبي عادي قلت قصاصات عادي يا ودي قصاصات الدولة تاخذ فيها مانا يا اخي يدخل فيهم مانا يا اخي تاخذ فيهم الدوله ناخذ فيهم مانا انت قاعد نتاعك الامور بالتغطيه الاجتماعيه يفترض انه اليوم اخي علاش نقعد ربع ساعه في شهريتك وهي بروت هذيك هي يفترض الاجل تاع رئيس البلديه سياره فاخره يمشي يوصل غادي سياره فاخره سياره الدوله سيارتي انا هي سياره فاخره سياره الدوله اليوم باش تمشي دور بكاتريل تمشي تقابل سفير بكاتريل انت مو هذاك يلزمك سياره رسميه سياره كاتب دوله سياره رسميه تختارها انت سياره رسميه سياره تختارها انت ما تختارها لكش الدوله سياره رسميه انت تختار سيارتك انت اخترت سياره رسميه مش هو انت اليوم رئيس ما تعرفش معناها رئيس بلديه ولا انت السلطه الاولى في المنطقه بالتالي انت السلطه الاولى بالطبع في الوالي يودي يشتغل الوالي في الحكايه انت السلطه الاولى بالقانون اليوم يزورك السفراء يزورك الوزراء يزورك عندك سياره يزورك بالطبيعه باش تخرج تقابل في مناسبات تمشي للمؤتمرات تمشي كذا خير شو مش تمشي باش تحوس مالك كلام هذا توا هذه مش انا برك الدوله الكل شوف الوزراء باش ندور شوف السفراء باش ندور تعرفها الكهرباء شنو الكلام هذا الكهرباء نتاع ميركل تعرفها وين تتنقل في التران وفي الكار وفي الواحد تعرف شنو قال لك انا ما تنقلش تاع زعماء تاع سقيه جمله واحده مش في مش في السفراء يلزمني كهرباء لا 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 لا
الاخرى وايش هذاك هذاك البريستيج هذاك القانون شعطاك عطيتك انا عملتها من اللي عملتها من عندي انا عطاك لا ما نغلطوش الناس مش انا جيت خذيت قرار وعطيت عطيت لروحي القانون قال هذاك قال لك القانون حتى فلوس ولا لا القانون قال لك تاخذ سياره تبع رسمي شنو الكلام هذايا يا مانيش حاسدك لا مانيش حاسدك موضوع ما يستحقش هذا كل واحنا قاعدين نهولوا فيه علاه لا مانيش نهول فيه نحكي الواقع كما يعني الواقع كما هو انه رؤساء ان هناك نيه يستحق هناك نيه لافشال هل لا هناك نيه لافشال التجربه البلديه دي انا عندي نيه لافشال مش انت فما هناك نيه لافشال التجربه البلديه دي من خلال ترذيل مستوى عايش رؤساء البلديات مستوى عايش اي نعم كيفاش ماذا شنو تو يقول انسان طبيب ولا محامي ولا رئيس رجل اعمال ولا مهندس ولا كذا يقول له صيدلي وما تقول وينش خذ مليون 700 وانت سير مليارات كلام هذايا هاك الناس كل تهرب شكون شدنا بعد البلديه وانت علاش شديت وضحيت مكتب المحامي مشروع سامحني سامحني نتكلم معك ما نتكلموش مع بعض انت تو ضحيت تسمى كنت محامي معروف محامي ناجح صحيح محامي معناها معروف حتى اعلاميا الناس تجيك عندك ملفات كبيره تصور في برشا فلوس ربي يزيدك كمحامي لانه محامي معروف ستدير فلوس تقوم تضحي بهذا الكل تسكر بيروك وتشد رئيس بلديه وبعد تبدا تشكى من 1,700,000 لما تشكيت كنت تشكيت ها قلت ترذيل هذا ما مستوى العيش انا شوف نقول لك حاجه شو يكفيك 1,700,000 شو نقول لك حاجه خلينا نفسر لك انا حاجه يكفيك 1,700,000 يكفيك كل انا جيت قضيت التجربه هذه باش نخوضها وعارف تداعياتها وعارف شنو اللي بشي يصير فعل اي ولكن اليوم تحب تسميه اللي تحب تسميه انت سميه انا بالنسبه لي انا جيت خذت التجربه هذه من منطلق وطني لا اكثر ولا اقل جيت على اعتبار وانه اليوم هالبلاد هذه اليوم اذا كان النخبه هذه ما كل واحد ما يتنازلش من روحه شويه وينقص من شهواته اطماعه ومستواه اللي يحب عليه هو ويعمل شويه للدوله هذه مثاليه كبيره برشا سمي هذه مثاليه انت سمي مثاليه ولكن هذا واقع عندي انا نسميها مثاليه انت سمي مثاليه ولكن هذا واقع تخدم فيه في لا انا واقع هاني قاعد نسبق فيه والحمد لله تكفي 1,700,000 رئيس بلديه تدور في المليارات ميزانيه بالمليارات بلديه الكرم بلديه كبيره بلديه هامه لا مش بلديه كبيره لا مش بلدية ماهيش بلدية غنية لا مش بلدية غنية لا من أفقر البلديات طبعا اي مليارات ولا لأنه بلدية الكرم مليارات ولا ايش هو مليارات مليارات على 200,000 ساكن عندك 20 مليار شو الكلام هذا هذيك البلدية تسميها انت 1,700,000 تاخذ مكفينك مكفينك شوف موضوع ثاني مكفيني مش مكفيني موضوع ثاني إيه انا من ايش كان مساله خاصه ايش كان تعيش كان من 1,700,000 مساله خاصه عندك مداخيل اخرى مساله شخصيه هذه مساله شخصيه تحرجك مساله لا ما نحبش نخوض فيها لانه هذه تدخل في باب القناعات اللي خلتني انا اليوم قايم بتضحيات من اجل البلاد هذه خاطر ولا خاطر انا سي فتحي معناتها فتحي العيوني نعرف الشخص معناها فتحي العيوني كي عنده عائله ويقري يقري في شكون البرة وكذا 1,700,000 لا ما عندي حد يقري في البرة لا ما عندي قري اقرا وتخرج وسيد لا تو الموضوع شخصي هذا حياتي الخاصة باش نخوض فيه باهي حر 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 ما فما حتى مشكل فتحي العيوني باش نوريك احدى متساكنات الكرم وهي فنانة مواطنة وفنانة أنت قلت أنك إجماع عليك أنك رئيس بلدية كذا ناجح وأنه الناس كل معجبة بيك وأنه الناس كل بالورود باش تودعك نهار اللي تخرج والناس كل راضية على أدائك والناس كل فرحانة بإنجازاتك ها باش نسمعوا مواطنة معروفة في الكرم باش تقول شو عمل فتح العيوني وهل هي راضية على أدائه ولا الفنانة ريم البن انا عندي مشكله مع رئيس بلديه الكرم خاطر ما يحبش يخدم الحومه نتاعنا مسخه كيما الكرم الكل معناها انا نحكي على الكرم خاطرني انا تابعه لبلديه الكرم فتحي العيوني ما يحبش يتحرك ما حبش يتحرك في حكايه القتلين نتاع الكليب وحاولنا نتصلوا بيه ومشينا له كل شيء عمره ما يسمعنا يعمل ثاني في راسه ويجي يشرب قهوته كل يوم في عين زغوان معناها مع شخص الكرام خاطر وليد الكرام يفركسوا عليه يجي يقعد في عين زغوان صدقني القهوه ما حبش نسميها اللي يقعد فيها هو قدامه الدبله يشوف فيها كل يوم معناها قلبك ما يوجعكش
طلبت برحيله انت ريم البنا في اي بيان سور طلبت برحيله وطلبت بمحاسبته كيما اي انسان ما يخدمش خدمته اليوميه ويتبرب على العباد وعادي معناها ماشيين بالتوالي مش بالقدام ما ريت حتى شيء ما ريت حتى اضافه انا عندي توا 4 سنين لهنا قاعده نشوف حكومتنا لقاو فيها كادافر نتاع طفله ميته كان نسيت معناها الله يرحمها رحمه معناها كان انت تلقى كادافر في حومه على خاطر فما جر وكل شيء وما تتحركش حتى بعد هذيك ما صارتش حاجه كبيره عندنا غابه اخرى يجمع يقتلوا فيها عبيد وما يشق بهم حتى حد لا ما حاولتش نتصل بيه توا معناها لا لا توا لا ما عادش عندي ما نحكي معاه هنا مقبل قبل حاولنا في حكاية الكليب اللي قاعد يقتل فيهم وحبينا نهزوهم الكليب ونحطوهم مع في ملجأ نتاع في المستودع البلدي معناها في الحملة اللي عملناها مع بلدية حلق الويد والكرم وهو قال لي إن نكره الكليب ونحب نقتلهم وأنا صديقة الحيوانات وما نحملش كلب قدامي تضرب بالكربوش ويموت معناها هذه ريم البنا وتسكن في عين زغوان الشمالية مش في الكرم ولكنها تابعة بلدية الكرم مرجع نظر سيادتك سمعتها اش قلت لا جاوبتها انا في نطاق الاجماع والاجماع وكذا لا جاوبتها في مناسبة اخرى سابقة وقلت اللي المرأة هذه تكذب هكا تكذب لا تكذب هذا رايها شنو تكذب لا لا عطاتش معلومة عطات راي لا قالت انا مانيش راضي على لا 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 وانا ما عملناش شيء اسمعني شو التقييم وقت باش تقيم انت باش تعطي تقييمك للعمل من حقك باش تعمل تقييم العمل ما نجاوبكش اما انك سنة اما انك انت تقول وانه المكان هذاك مثلا مش نظيف ولا ما اختلش وكذا هذه تسمى كذب ثماش من الحكايه دي اطلاقا انت ظاهر ما تحبش خلينا نوضح لك ما تحبش النقد لا 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 تحب النقود باش نقول لك حاجه اخرى لا لا ازهد انسان في النقود والعبد لله نحيا هذيك الفكره من بالك انت صحتها بالك انت ولو اني كاتب كتاب كامل على النقد باش نوضح لك ساعه باهي واضح ما نطولوش فيها بربي لا ما فهمت وحدك الصوره هذه شنو هي هذه مشكلتها الوحيده هي الكلاب اي الكلاب السائبه مش عيب شويه ساعه احنا نهار كل الناس في الكرتوش الكلاب السائبه انت انا باش نخيرك بين امري انت الكلاب اش تخير انت يموت عبد ولا يموت كلب اش تخير فمش حل اخر فمش حل اخر الحل اليوم بدينا فيه حلول في الدول المتقدمه لا هاو سنه اخي كم الحل انا مش كي لقيت الناس خاطر تتكلم بالفم فما غيرها فما غيرها جاوا عمليا هاي مدام دلندا هذه نذكر اسمها والتحيه لها تسكن على البحر هذه جات مبادره تصرف 600,000 من فلوسها وجات المبادره وشجعت الكلاب لا وقعت تعمل هي فك الواحد الكل واحنا شجعناها ونعاونوا فيها اما انك تتكلم بالفم وتخرج كرهها بالبلديه باش تمشي تتقدق وانت تضربه بالحجر انت وبعض الواحد البعض شيء هي تضرب اي نعم هي ومجموعه تضربوا يضربوا في يضربوا في الكره بالحجر في كم اي نعم ضربونا كره بالبلديه بالحجر هي ريم البنا المجموعه بتاع سكان غاديكا في المنطقه هذيك اي واضح شنو شكون قال لك هي معاه به واضح منطقه عين زغوين معناها ضربوا الكمين تاع البلديه اي نعم وقت اللي جاوا يقتلوا في الكلاب وقت اللي جاوا في الليل الكلاب ضربوهم بالحجر وحاصروهم سكروا في زنقه كيف حاصروهم وسبوهم وبهم وعليهم خساره ما كنتش معاه خاطر انا ضد انك تقتل الكلاب وانا معاك ضد انك لا ضد حتى انا ضد انا بدي ما نحبش قتل الكلاب ولكن هاني خيرتك عاد اختار يا تقتل عبد يا يموت عبد يا يموت كلب اختار واضحه الصوره به سي فتحي كملنا في الركن هذايا اللي صار فيه جدل نخرجوا فاصل اشهاري ثم نرجعوا نكملوا الحوار مع ضيفنا الاستاذ فتحي العيوني